تاخد من اللحيه بتاعتك تظبطها ما فيش حاجه، وتعال اتحدى اي عاطل تعال جيبوا لي محل اي واحد اي بطل. هل يجوز للشخص ان يقصر من لحيته؟ وما هو الحد الادنى في ذلك او يطلقها كامله؟ الواجب اطلاقها كامله لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: خالف المجوس، اعفو اللحى وحف الشوارب. وفي لفظ: ارخو اللحى وحف الشوارب. وفي لفظ: وفر اللحى وحف الشوارب. فالواجب ابقاء اللحية كما هي، ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق، وعشان تتواسى مع بعض. ولذلك من فعل ذلك فهو ليس مخالف للكتاب ولا مخالف شنو للسنة، وليس بمضعوم فيه في الشريعة الإسلامية. وهكذا حلق اللحى منكر، يجب إعفاؤها وإرخاؤها وتوفيرها عملا بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس. الاول متفق عليه، والثاني رواه مسلم في الصحيح. ومن المصائب ان يخالف هذا النص جمع كثير من ما ينسب الى العلم من المدرسين او غيرهم، فالواجب على اهل العلم ان يكونوا قدوه في الخير، وان يعفوا لحاهم، وان يتقوا الله حتى يتأسى بهم الطلبة، حتى يتأسى بهم العام. فإذا فعلوا خلاف ذلك صاروا قدوة في الشر، وإني والله يخشى عليهم أن يكون عليهم مثل آثام من قلدهم في ذلك، لأنهم دعاة بفعل إلى هذه المعصية. نسأل الله للجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قال عام قال من ابنه أسامة جاي تقول له نبغض بنوه، لأن الرسول قال أفو ما تشيل كل ولا صوفة ولا صوفة ولا يجوز ولا صوفة. يصفي دمك يا شماشي، انت اللي عرفت الشغلات وما لعيالك وما اظنك ان تقوم. لا مانع انك تنظف لحيتك، لا مانع انك تغسلها، لا مانع انك تطيبها، اما انك تعتدي عليها وتقصص منها وتجيها منا ومنا، لا. اللحيه جمال لك، علامه على الرجوله، لماذا تسلط عليها ولكن اللي تحمل للحية؟ مثل النساء ما لها هم إلا الحواجب بالعبث فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمسة، وأمر الرجال بإعفاء اللحية. فلما رأى الشيطان هذه السنة أغرى الرجال بمعاداة اللحى، وأغرى النساء بمعاداة الحواجب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ما تقول لي الإعفاء في اللغة هو شنو؟ هو الترك، صح. لكن خليني اللغة، أنا بقدم إنه تشيل منا غير تشيل منا. أو واحد يقول لي أنا ما عندي ما أقول، أنا ما أعرف الرسول قال أعفو. هذه مصيبة كبيرة جدا، فلو لم يكن هناك إلا قول الرسول عليه السلام، فضلا عن فعله الذي أشرت إليه آنفا، قوله حف الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. لأنه أفتى العصبجي أن من حلق أخذ من اللحية فهو ظالم ظلم، البشير من الدقن ظالم ظلم. طبعا دي فتوى الشماش العصبجي ده. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المجوس، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وفي رواية أخرى: أعفوا اللحى. وفي رواية أخرى: أرخوا اللحى. وكل هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يحلق شيئا من لحيته. تلقى واحد عمل له لحيته لين شايلة، يعني ممكن واحد يعمل له حادث يعني لو كده سايق عربية يخش له في حافلة، عشان كده قال لك يا اخي انت ما انت مضيق واسع مضيق واسع له. فاذا هؤلاء الذين ابتلوا بحلق اللحيه حقيقه يتبعون الشيطان ويعصون الرحمن. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وشهيد. انا قابلت جماعه من المغربيين في الجامع عندهم كلام، ولا لو لقيتهم بنطشهم بشيلهم شنطتهم اذا كانوا قرأوا معي، لانك انت انا قاعد تعالى سنين.